حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أخرجه البخاري في صحيحه. ولفظ مسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ما أعظم هذا الفضل! إذا أردت أن تبعد عن الذنوب وأن تسد ثغرات الشيطان من أن يصل إليك وأن تضعف نفسك إلى الشهوات، فماذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا فضل، رفع الدرجات ومحو الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرباط هو اللزوم، لأن الإنسان حينها يربط نفسه. الرباط ما هو؟ هو أن يحفظ الثغرات التي يصل العدو منها إليه. وأعظم الأعداء للإنسان هو الشيطان، ويتبع ذلك حظوظ النفس. فما أعظم هذا الفضل! أضف إلى ذلك تكفير الذنوب والسيئات إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد.